للنادي الأهلي حكائين، والحكاء هو اللي بيحكي ويروي عن شيء بيحبه. واحد من الحكائين دول على السوشيال ميديا عزت رمضان، ومش هو بس، كتير جدا من زملائنا على السوشيال ميديا هتشوفوهم هنا. وما أجمل أن تحكي عما تحب، ولكن في اللحظة دي ممكن كمان نحكي لكم عن حاجة تانية خالص، وهي تعادل نادي الزمالك وانتهاء مباراته مع سموحة بالتعادل عشان يبقى رصيد نادي الزمالك 14 نقطة والنادي الأهلي ب 21 نقطة. بيبقى الزمالك كده في المربع الذهبي في المركز الرابع. المركز الرابع، وهي منطقة دافئة نسبياً، ولكن مع سموحة بيشارك مع سموحة والإنتاج الحرب 14 عايزين نقطة كمان نعقب إن النادي الأهلي ليه مباراة أقل، لو في حالة فوز عليها يصل لعشر نقاط فارق مع نادي الزمالك، إن شاء الله يحافظ نادي الأهلي على الفارق. ولكن بعيدا عن السياق ده، في حاجة حابب أقولها ما تربطهاش بنتيجة تعادل الزمالك مع سموحة. أحدهم داخل النادي الأهلي الكلمة عظيمة قوي، قال مش هنضم لاعب داخل النادي ما نقدرش ندفع مستحقاته، لأن ده بداية سقوط أي فريق. افهموها أنتوا. أكيد يا فارس، هم جماهير النادي الأهلي فاهمة ومستوعبة كويس وعارفين نظام النادي الأهلي. أكيد تعادل الزمالك، بس حابب أكد إن الزمالك كمان ليه مباراة مؤجلة ولكن مع النادي الأهلي، فممكن الفارق يصل ل 13 نقطة بإذن الله. على العموم نطلع فاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا ونظبط إن شاء الله.